وما ترك المداح فيك مقالة ولا قال إلا دون ما فيك قائل. جاء اليوم العلمي للمكتب الإعلامي تجهيز المؤتمر الدولي الإعلامي. من هنا نؤكد على أن العنصر البشري مهم جدا في المؤسسات الإعلامية، وينبغي التركيز وينبغي أن ينصب اهتمام هذه المؤسسات الإعلامية على بناء الأشخاص المهنيين والإعلاميين المحترفين حتى نتمكن من إظهار الحقيقة وضح الإشاعات، حتى نتمكن من نشر الحقائق ولملم الجراح وطننا التي تناهشته الفتن والأكاذيب. ختاما أحب أن أشكر المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي على الدور العظيم اللي يقوموا به. طبعا هم مواكبين جميع الأحداث وجميع المجريات اللي يحصل في المركز، يظهروا في عمل جميع زملائهم من أطباء ومن فنيين. انها وضح للانسان اللي ماني اللي بالشارع ان لابد من التباعد، لابد من عدم ممارسه الاختلاط الاجتماعي، لابد هذه كلها كان الاعلام له في دور اعلاميه وتكريم الشركات الراعيه. اليوم حنحكوا على دور الاعلام والتثقيف الصحي داخل المستشفيات. طبعا يعتبر الاعلام والتثقيف الصحي من الاشياء المهمه والاساسيه وجوهر النظام الصحي في نقل المعلومات المستشفيات والمجتمع اللي هو المريض. مؤسسات المكاتب علاقه المكاتب الاعلاميه بالمؤسسات الصحيه طبعا هذا بعد طبعا نحن اقامه اليوم العلمي للمكتب الاعلامي جاء بناء على تجهيز لمؤتمر كبير دولي بالتعاون مع جامعة بنغازي، كلية الإعلام جامعة بنغازي، وجاء بناء على تم تحديد يوم 23/1 لإقامة اليوم العلمي، تجهيز لإقامة المؤتمر الدولي، المؤتمر الإعلام الصحي الدولي. واجب علينا في نفس الوقت هو خلق بيئة داخل مركز بنغازي الطبي، من بيئة إعلامية بتوجيه رسالة وأهداف إدارة المركز، والعمل على إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل وتغطيتها بشكل علمي، وذلك لزيادة توجيه البحث العلمي، تغطية جميع الامتحانات سواء كانت بالزمالة العربية أو الزمالة الليبية أو على مستوى بنغازي أو على مستوى المستشفيات، إقامة المؤتمرات العلمية الكبيرة. فكان لابد من عمل يوم علمي لاستفادة الداتا تكون لتطوير ورفع مستوى كفاءة العاملين او الاعلاميين في مكتب الاعلام، وتكون بشكل خاص والاعلاميين في المكاتب الاعلاميه داخل المستشفيات في مدينه بنغازي والمدن تقع تحت ضواحيها، ليكون مبدانا هو مبدا يكون على اساس صحي، مبني على اساس صح. الدكتوره نعيمه جمعه.